نفذت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة توعوية وإرشادية واسعة لعربات الأطعمة المتواجدة في منطقتي الجفير والسايا في وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وبيّن السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الوزارة سبق وأن نسقت مع الجهات الحكومية للقيام بحملات تفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات المملكة مضيفا أن تزايد يود العربات يستلزم اعاده مثل هذه الحملات لضمان سلامه ممارسه هذا النشاط وقال الاشراف ان هذه الحمله تمت بالتعاون مع ثماني جهات حكوميه مختلفه ومن حيث عدد العربات فانها تجاوزت 130 عربه وتم التمكن من تغطيه 61 عربه بالتحقق من الاشتراطات الخاصه بها وسيتم تغطيه بقيه العربات في الحملات القادمه وذكر الوكيل المساعد للرقابه والموارد بان هذه الحمله تستهدف في المقام الاول التوعيه والارشاد لاصحاب العربات فقد قامت كل جهه مشكوره بتوضيح وشرح الضوابط الخاصه بها ودعا الاشراف اصحاب العربات باستثمار هذه الفرصه لتصحيح الوضع القانوني لنشاطهم